مساكم الله الخير مشاهدينا في ثاني حلقات عسيف. امسي عليك ومسي على زميلتي غنيمه. مساء الخير. مساء الخير فيصل. مساء الخير اعزائي المشاهدين ومتابعينا وراء هذه الشاشه الذهبيه وفي ثاني حلقه من حلقاتنا من برنامجكم على السيف. في الاطلاله الاولى لنا في برنامج كل الكويت على السيف المنوع باخباره ومواضيعه اللي تشمل كل تفاصيل القضايا الكويتيه. باذن الله راح نتكلم اليوم في امور كثيره سنكون النافذه الاعلاميه للجميع. أكيد يا فيصل. طبعا إطلالتنا هذه الأولى راح تكون تقدم حق الجميع فيها قضايا طبعا ثقافية واجتماعية وتهم الشباب. نعم. وبالتالي اليوم الكويت وايد مهتمة في هذه المواضيع والأمور دائما مستقرة. عسى الله يحفظ الكويت إن شاء الله من كل شر. إن شاء الله يا فيصل. طبعا وعندنا الأجواء راح تكون فيها قضايا. نعم. تخص الشباب وراح نطرح هم قضايا سياسية. اليوم راح نتكلم عن قضية جدا مهمة تخص إخواننا البدون وهو التصريحات الأخيرة اللي تمت على موضوع دخول إخواننا البدون في الجيش الكويتي. معانا اتصال مهم جدا مع النائب صلاح خورشد يطلعنا على هذا الموضوع أكثر. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير ومسي على أخوة الأخوات المشاهدين وعليكم جميعا. يا ليت تطلعنا اكثر استاذ صلاح خورشد على هذا الموضوع من دخول ابناء البدون من حمله احصاء 65. يعني ما في شك. انا حقيقه بالبدايه اود انه يعني ابارك الخطوه اللي قام فيها معالي النائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. نعم. فيما يتعلق في موضوع يعني اجتماع امس مع الاخوه القياديين في وزاره الدفاع ورئاسه الاركان في يعني سماح للاخوه المقيمين بصوره غير قانونيه اللي هم الاخوه البدون بالذات فيما يعني يتعلق بحمله احصاء 65 وايضا ابناء الشهداء من قدم نفسه شهيدا بهذا الوطن كذلك راح يشملهم هذا الامر بالاضافه الى ايضا من هم يعني يعملون في السلك العسكري. وانا الامانه يعني لما اتكلم عن هذا الجزئيه انا اكون يعني مقل فيما يتعلق بدعم هذه يعني التوجهات اللي جاءت من اخ معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. بل بالعكس انا اروح للابعد. انا اقول يا ليت من اخ وناشد الاخ وزير الدفاع انه يكون في هناك ايضا مهنيين موجودين والمهنيين منهم السواق ومنهم الكهربائيين ومنهم الميكانيك اللي قد يمكن يكون جندي مهني. انا اعتقد ان دخول يعني ابناء هذه الفئه في الجانب مو فقط العسكري المهني ايضا مطلوب. احنا اليوم قاعد يعني نعالج مشكله. احنا قاعد اليوم نقول ان نحتاج الى يعني تعديل التركيبه السكانيه الموجوده في المجتمع وبالتالي هؤلاء موجودين في ارض الوطن فيهم من ضحى في سبيل الوطن فيهم من قدم الكثير للوطن. نعم. وبالتالي علينا ان نساهم مساهمه ايضا تكون جاده يعني خطوه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قبول ابناء البدون يعني خطوه مميزه وايضا يعني نتمنى خطوات اخرى من الوزارات الاخرى فيما يتعلق بدخول في ابناء هذه الفئه ان كانوا في خلال يعني من خلال التدريب او من خلال التطبيق او من خلال التمرير او ايضا من خلال يعني اللي تكون على يعني امور تتعلق في باقي الوزارات الاخرى، ايضا يعني او يعني اناشد الاخ وزير الداخليه في هذا الجانب، يعني انا اؤكد ان هذه مشكله ليست مشكله يعني وليده اليوم ولكن تحتاج الى تضافر جهود. ما قام به الاخ محمد الخالد وزير الدفاع خطوه مميزه نشد على ايده واحنا نؤكد ان ندعم هذا النفس، ندعم هذا التوجه. لما يعني نشعر انهم بالنهايه ابناء هذا الوطن، من ترعرع، من ولد، من يعني ضحى لاجل هذا الوطن من ابناء هذه الفئه، اللي قد منهم ناس فئه مظلومه يعني ظلمت في هذا الامر. استاذ صلاح، استاذ صلاح، هل اليوم احنا نقدر نفرحهم الحين نقول لهم ان شاء الله الامور منحله؟ نبشرهم يعني خير؟ اكيد اكيد يعني اكيد انا اكد لك اياها ان هذه الخطوه اللي قام فيها معالي نائب وزير الدفاع هي خطوه جاده مؤكده وانا اعتقد في هناك توجيه من قبل يعني وزير الدفاع الى رئيس الاركان والاخوه القياديين في وزاره الدفاع على قبول ابناء هؤلاء من يحمل 65، من قدم يعني شهيد لهذا الوطن، من ايضا تكون والدته كويتيه. انا اعتقد ان 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 هذا امر اصبح يعني في حكم المنتهي. بل بالعكس انا اناشد ان يكون يعني الاخوان البدون اللي ايضا ما عندهم احنا خلينا نستعين فيهم بدل ما نستعين اخرين من خارج الكويت. ان شاء الله هذه بشرة خير. ان شاء الله احنا يوم نبشرهم عبر برنامج على السيف ونقول لكم ما قصرتوا. والنائب صلاح خورشيد نشكرك على هذه المداخله. طبعا اكيد فيصل كلنا في خدمه هذا الوطن
إن شاء الله ونتمنى لهم التوفيق. اليوم في مشاجرات صارت. الله يستر. في نقابة العمال عندهم أعتقد انتخابات وصارت في مشاكل وهواش. إحنا راح نأخذ اتصال من ناصر السهيل يعرفنا أكثر على هذا الموضوع وماذا حصل. مساك الله بالخير. مساء النور أخوي. كيف حالك أستاذ ناصر؟ أهلين هلا ومرحبا. أبيك توضح لنا أكثر ماذا حصل في نقابة العمال اليوم. أول شيء أشكر قناة العدالة حقيقة اللي تحت فرصة لي لتوضيح ما حصل اليوم في الاتحاد العام لعمال الكويت. نعم. اليوم إحنا عندنا مؤتمر وبعد المؤتمر راح تجرى انتخابات حقيقة. نعم. لكن اللي حصل اليوم فيه محاولة من بعض الأعضاء للأسف هو محاولة لتخريب هذا المؤتمر حتى لا ينتج عنه انتخابات مجلس، لأنهم عارفين أوريدي أنهم لن يحالفهم الحظ والوصول لرئاسة هذا المجلس. لكن إحنا الحمد لله تعدينا هالمرحلة. نعم. وسوينا مؤتمرنا وصارت انتخابات، وبكرة إن شاء الله راح تطلع طلعت اليوم النتائج وبكرة راح يعلن عليها في الجرائد. طيب اليوم مشاكل هذه شنو سببها؟ والله هو سببها ومحاولة لتخريب هذا المؤتمر فقط من قلة من 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 الأعضاء. يعني أعضاء المؤتمر عبارة عن 107 أشخاص، التخريب جاء حوالي تقريبا 15 شخص. هذا اللي صار اليوم بالضبط. ديمقراطية ولازم نتحمل الديمقراطية هذه. نعم. طبعا اليوم راح ننتقل الى رئيس نقابه العمال الكويتيين الاستاذ عامر البسيس. مساك الله بالخير. حياك الله. يعطيك العافيه. مساك الله بالخير استاذ عامر. مساك الله بالخير والرضا. حياك الله. بس ليش اليوم صارت تشاجر بالتطاول في اليد وصلت هالامور وكبرت؟ والله هذا مع الاسف يعني بعض من سوء التنظيم وقله التنظيم من الاتحاد القائمين او على المؤتمر. مع الاسف تغذوا النقابيين او المؤتمرين في ان بيتوجهون توجه معين، والمؤتمرين لهم الحق في تصفيه صوتهم الا ان يحاولون اقصائهم دائما. استاذ عامر واستاذ ناصر، اخر سؤال، هل صحيح ما ورد لدينا اليوم ان صارت المشاجرات بالايدي؟ لا، هو مع الاسف استاذ يعني الزميل السابق ناصر سهيل يعني مع الاسف ما له صفه نقابيه. احنا اليوم قاعد نشوف حاليا على شاشه العداله وعبر برنامج عسيف المشاجره كاهيه والشرطه قاعد تحاول تفرق بينهم. نعم اخوي، المشاجره اللي حصلت هذه استفزاز للمؤتمرين الموجودين. يوجد داخل المؤتمر مع الاسف ناس غير ما لهم يعني شرعيه او صفه نقابيه، فتدخلوا بين النقابين وسووا هالمشاجرة هذه. فبالتالي صار تأجيل للمؤتمر. نعم. إلى 4/4 في كلام غير صحيح. تفضل. ممكن تدخل لو سمحت. تفضل أستاذ ناصر قول. أولا أخوي لما يقول أن إحنا ما عندنا صفة. نعم. أن نحضر هذا المؤتمر، إحنا عندنا صفة لتاريخ 24/3/2017 بناء على كتاب من وزارة الشؤون. نعم. هذا أولا. ثانيا احنا اليوم خلصنا انتخابات والحضور كان 70 من اصل 107. ثالثا صارت فيه انتخابات بعد الحضور، احنا اول شيء جردنا الحضور وصار فيه هناك نصاب، بعد النصاب بدت الانتخابات ونجحت. مو صحيح استاذ ابو فهد ناصر. مو لا 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 صحيح. شلون مو صحيح؟ لا انت اليوم كنت موجود بالصاله. لا استاذ ناصر واستاذ عامر، استاذ ناصر واستاذ عامر، احنا لم توصل اليوم نحاول نحل الامور. طلعناه برا الصاله. استاذ ناصر واستاذ عامر لو سمحتوا، احنا كان ودنا اليوم نقرب وجهات النظر وان الامور تنحل على خير. شكرا استاذ عامر لبسيس وناصر سهيل العتيبي على هذه المداخله. شكرا. المشاكل ما تخلص بالكويت طبعا، وان شاء الله تنحل وتفاهمون، لان بالمشاكل كذي ما راح ينحل شيء. بعد الفاصل عندنا لقاء جدا مهم في كوميديا وضحك. بريك وراجعين.